الضوء باش يخدم البير نتاعو باش يخلص من بعد الضوء ولا لا؟ بالطبيعه. لكن فما قانون، فما قانون يفرض انه الترخيص المسبق لكهرباء الابار ممكن لهنا بعد ما جا القرار هذا تعاود تلغاه لمده شهرين. قلت لك بدا 15 مارس وفي 15 ماي 2011 واحنا بصدد فما تم الاستجابه للطلبات اللي جاتكم في الشهرين هذوكم. قلت لك انا الطلبات معنا يعني. لا الطلبات معنا لهنا نطلب من كافه الفلاحه في ولايه القيروان اللي يتقدموا بالمطالب انهم يعذرونا لانه عبء سنوات. صحيح توا قاعدين باذلين مجهودات معنا ما تصورهاش. خلينا باش ما نبعدوش برشا على الموضوع لان دخلنا تقريبا في متاهات اخرى. الفلاحين هذوما معناها حسب ما تقول انت الدراسات ما مدوكمش بالتراخيص. لا فما فلاحين من المنطقه وعندي اسمائهم، فما اللي تقدموا في الفتره هذيك ما خرجناش على الموضوع. راه وقت قلت لك انا ست سنوات تقريبا ست سنين ما حتى حد منهم ما جاب ترخيص من وزاره الفلاحه. ست سنوات مش مع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، ست سنوات هما يطالبوا باداره الفلاحه مش مع شركه تونسيه للكهرباء والغاز. تفضل جاوب كان عندك اجابه سي احنا تو مده الست سنوات هذه احنا نمشوا نصبوا مطالب على اساس احنا نعرفوا الضوء معناتها اللي كي تاخذ الكهرباء منين باش تاخذه. مستيك يوفى الحديث واحنا ثم ناس اميين مش اما لا 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 بشويه اما فما شروط تعرفوا اللي ستيك ما تخرج لكم تعمل لكم الضوء الا ما تعطيو ترخيص من وزاره الفلاحه في البيرة. نصبوا مطالب ونرجعوا تمشي مره اثنين وثلاثه وبعد العشره وتو مازال ما وصلش وتو يجي. بربي سي عبد الوهاب كان تسمح خليه بلاد دقيقه الاستاذ طالب. انا نستغرب معناها الوضعيه هذه نتاع الفلاحه نتاع المنطقه نتاعكم. نعم لانه غريب اللي قاعد نسمعوا فيه اشياء غريبه. توا نحن هنا في تونس نشوفوا بعض مناطق تلقى فيها ناس تهبط 100 متر و200 متر تفركس على الماء. تفركس على الماء، على الماء باش تسقي ومن بعد نقولوا ما نلقاوش وتولي اساليب الري بطرق غير مكلفه للدوله. هذوما ناس عندهم الماء. وماء حلو وعندهم عندهم الماء وقاموا بابار حفر ابار وابار سطحيه ماهيش ابار معناها كبيره كما اللي قاعدين الناس تفركس على الماء تهبط قريب تهبط 200 متر و100 متر وما تلقاش الماء. الماء موجود. والبير موجود وفما ورقه والمحرك الكهربائي موجود ويزموا يعمل دراسه في الفلاحه تقعد قداش من عام ومن بعد ايش نتعداو للشركه التونسيه للكهرباء والغاز. في وقت هذا الكل اراضي تموت، عائلات تموت، حيوانات تموت ما تلقاش ما تلقاش بالحق لانه نعرف شيء غريب روتينية واحد في تونس بالحق باش ياخذ ورقه ولا باش يتحصل على ورقه سنوات. يا تشوف خمس سنين ست سنين يا رسول الله باش ياخذ ترخيص من وزاره الفلاحه باش يخرج الماء من البير نتاعو. سامحني وسي عبد الوهاب احنا المطالب كهرباء الابار راهو ما تم فتح مطلب الا بالترخيص المسبق. متفق معنا اللي يتصل بالشركه التونسيه للكهرباء والغاز. لا باش نجاوب سي عبد الوهاب اللي يتصل بالشركة سواء كبير أمي يقرأ ما يقراش نقولوا له نجاوبوه نقولوا له راهو جيب لنا ترخيص من إدارة الفلاحة. بالله الترخيص هذا الترخيص هذا قداش ممكن أنه دراسة بتاع إنسان عنده بئر سطحية بئر سطحية ماهيش بئر. أنا نعرف المنطقة أستاذنا العزيز أنا نعرف المنطقة نعرف المنطقة أستاذنا العزيز حتى الترخيص معنى القرار الوزاري والمنشور الوزاري اللي جاء واللي منح التراخيص فقط لفايدة الأبار السطحي. لكن حسب معلوماتي أني نعرف المنطقة بالقداء أن الأبار غادي التقريب تتجاوز معنا 70 80 متر 80 متر تحت القاع اللي هو مش ممكن بالضوء اللي هو توا موجود وبالمعنى كي يجيب لنا حتى ترخيص توا من الفلاحة في كهرباء بئر سطحية. فما نوعين من الترخيص، فما كهرباء بئر سطحيه ثم فما كهرباء بئر عميقه. بالنسبه للبئر العميقه نطالب بالمواصفات الفنيه باش نعطيوه ودراسه اشمل واكبر الى اخره حتى من حيث الطاقه ما تستهلك. يعطيك الصح. هذه الابار السطحيه بالنسبه للابار السطحيه يجيب لنا ترخيص في اجل اقصاه. بالله شي بدا مكتوب فيه الترخيص هذا يا سي رفيق؟ مندوبية الجهوية الفلاحة ترخص لكهرباء البئر هذه. هو شنو الإضافة؟ هو أنا شنو الإضافة تنجم تقدمها؟ أنا أختي العزيزة أني كنت معناها كنت نتمنى أنه زميل من وزارة الفلاحة من وزارة الفلاحة كان تم استدعائه ليجيب عن هذه الأسئلة. نعم. معناها اللي هي مش من معناها من اختصاصي من اختصاصي. نعم. لكن حسب علمي فما مناطق دي زون روج
وناكد لكم اللي القرار اللي اصدر عن دي زون روج معنا كميه الماء بها معنا في محدوده جدا معنا ما عندوش مناطق محظوره كانت محظوره لكن بلي انا نرجع لك الترخيص هنا تو شوف ايش قاعدين نقولوا قاعدين نقولوا انه ربط آلي بين الحصول على رخصة من وزارة الفلاحة في معنى المندوبية الجهوية للفلاحة هي تعطي ترخيص والترخيص ما نتصوروش أنه أمور إدارية تمشي تقدم مطلب يصحولك في وثيق ويعطي وما يكون إلا بعد دراسة فنية مبدئين الأشياء الخاضعة للترخيص إلا إذا أنه معنى يكون الترخيص اعتباطي إذا كانت الترخيص هذا تأخذ تبقى لدراسة فنية وميدانية تقوم بها المندوبية الجهوية للفلاحة وناس هذا يقول لك عندي 6 سنوات مقدمها هل أنه الدراسة هذه ما نستورهاش تبقى الأجل هذا الكل وإذا كانت هذه الدراسة من الأهمية بمكان ومفروض على أي إنسان يتقدم لكم بهذه الدراسة هذه وبالترخيص هذا المبني على دراسة مسبقة علاش يصدر هالمنشور هذايا إذا كان الأمور معنا ما نجمو نتعداو لكم كان علاش والله معنا احنا بالنسبة وهو المنشور هذا ورغم أنه من أصدره ربما كانت نيته معناها نية حسنة ونحن ما نشكوش وما نحكموش على النواة لكن خلق إشكال إشكال من ناحيتين إشكال أنه إنسان المساواة إش معناها إنسان جيت تقولي لمدة شهرين فقط معناها اليوم اللي يقدم انسان ترخيص 60 يوم اللي يجي بعد 61 يوم ما عادش عنده الحق واللي قبل 60 يوم عنده الحق هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه اذا جي انت تعطيه كما قلت انت اليوم معنى امكانيه تعطيه وتستجيب له الطلب بدون ترخيص معناها انه جاكم 11000 مطلب في ظرف 60 يوم في ظرف 60 يوم نعم هنا الضغط ولا مسلط عليكم مفروض كبير من وقتها بدا من مارس من مارس 2011 إلى ماي 2015 هل أنه وقد استجاب المطالب هذه كلها اليوم؟ بالنسبة لنا الضغط حاصل علينا وأنا ما تدخلوا قاعدين نقوموا بدراسات قاعدين نقوموا بدراسات ونأكد لك أستاذ تحية إلى زملائي في إقليم القروان اللي قاعدين فما عندنا زملاء خارجين للروتريت يعني خارجين للروتريت في المواد جوان وما زالوا يخدموا وتلازموا على عطلهم السنوية وقاعدين في سبيل إرضاء الطلبات هذه احنا ما نشوفوش في هذا مثلاً جاوبنا على قد السؤال تفضل 11000 مطلب قداش تم الاستجابه قداش نجحتوا في دراسه ولا توصلتوا الى نهايه وانهاء الدراسه نتاعهم وربطتوا لهم بالشبكه الكهربائيه توا الى حد الان الى حد الساعه تم الدراسه 3500 مطلب دراسه لكن لا سامحني لا الدراسه معنى احنا قمنا بواجبنا الحريف فما اللي جاء قام بالخلاص نقوموا بعمليه الربط اللي ما جاش قام بعمليه الخلاص مازلنا يعني عام منتظر. كامل يعني عام كامل سامحني اختي سكان 3000 حاله سامحني اختي قلت لك 11000 مطلب في الشهرين بخلاف عملنا العادي والروتيني ناهيك انه زادوا تحلوا لنا 5000 مطلب تسويت مساكن قبل كنا اللي